في فونيا. إذا كانت الفكرة أو الموضوع المسرحي جيد فالفكرة في الموسيقى تكون جيدة ويستطيع الموسيقي من خلالها من خلال جملة موسيقية أو أكثر بقليل أن يستخلص منها حركة في السيمفونية حركة تدوم حوالي 30 دقيقة أو سيدعي أسرارك في الموسيقى هل الموسيقى تقدم للفعل؟ هل الموسيقى سابقة للفعل أم الفعل سابق للموسيقى؟ مثلا مشهد مثل قلت لك أنه يجي يقول للجمهور أنه تم القبض على الأمير عبد القادر هل الموسيقى تبدأ لتحضير الجمهور من قبل أم تدخل مباشرة بعد الخبر؟ أنا يدفعني التساؤل اسمح للأخ رابح باختطرح الأفكار أحيانا نتساءل هل الفكرة هي الأولى أم الموضوع هو الأول؟ ولكن في الحقيقة أنه لا يمكن أن نتحكم فيها أنا تجيني فكرة تدفعني إلى موضوع واحد آخر نكون في موضوع تجيني فكرة في ذلك الموضوع فالموسيقى لا هما كل متكامل لا يمكن أن نسبق أحدا على الآخر فالاثنين يصوغان بالحان والحركات سيمفونية رائعة الجمال عندك ضيف يا استاذ رامي؟ لا 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 نفس الحاجة طيب عندي سؤال هل يمكن استاذ رامي هاي؟ طبعا هل يمكن استاذ رامي؟ ما هي مثلا؟ إذا كانت تثير الغرائز وتخمد العاطفة إذا كانت تهدم القيم البناءة للمجتمع للفرد والمجتمع القيم الأخلاقية القيم الدينية القيم الجمالية تحط من ذوقه أنا أصبح مضرة سواء كانت موسيقى لوحدها أو الكلمات والكلمات غالبا هي اللي تشوها الموسيقى موسيقى تفضل أنا أول فهمت أن الموسيقى تظهر كانت تقول بأن الخير يظهر أو الجمال يظهر أيعقل هذا؟ وإنما أقصدنا استعمال الموسيقى قليل توظيف مش موسيقى في حد ذاتها يعني نكمل لأن الموسيقى تمثل الرأي تاع الشعب البسيط اللي يفكروا الناس يقولوا الموسيقى شوهت كذا وعملت كذا أنا أمثل فكرة أنا أصلا نفس الفكرة تاعي أقول لك التعريف بسيط كل التعريفات أقول التعريف ابن خلدون كيف يسمي الموسيقى؟ كيف يعرفها؟ ماذا يقول؟ سمع لا هي يقول الحسن المسموع إذا كل من هو حسن وجميل والمسموع فهو موسيقى إذا ما نتهم الموسيقى كموسيقى أو نتهم المسرح أو نقول بأنه هدام أو الأدب العربي وإنما توظيفه واستعماله المادة 25 منها على ضرورة إيقاد الحس الجمالي وتربية الذوق لدى يعني المواطن الجزائري يعني كغاية اعتبر أن الطفل اليوم هو رجل غد إذا هو غاية في حد ذاتها إذا هدفنا من خلال الموسيقى والتربية هو تكوين شخصية متوازنة ولهذا لابد من اختيار الموسيقى واختيار النشيد تكون اختيار سليم ذو بعد هذا من الجانب التربوي هذا من جانب النظر ميدانيا ما لم يكن موجود ميدانيا ميدانيا نحن لنا النشيد هناك أمل مؤخرا في الأمس فقط كنت في منطقة وطني للتغذية الموسيقية موضوعها هو كيف ماذا نحضر لهذا الطفل يعني يتفاءل الموسيقيين بالنسبة للموسيقى أكيد أكيد سيد أنا من الآلات التي أعشقها كثيرا القانون الله نص الوجه بس هو نفعه الكامل المشاهدين معنا هذا الصباح في النهاية قلنا ما شئت سلام
من المفروض ان اقرا احسن من اجل اللغه يعني ما قد ما يكون مقطوعه ان شاء الله اقول فيها قلنا كلمه مقطوعه كلمه هو علينا ان نربي الاذن لان نحن بحاجه الى تربيه سمعيه من خلال تربيه سمعيه فلنا تربيه اخلاقيه وذهنيه وفكريه ووجدانيه ايضا شكرا استاذ معكم سعيد بن سلطان سعيد انا اعرف انك ملحن نختمها ربما شو من الحان كلا تفضل سمحوا لي في مرتنا أخذت مسامحة يا أخي وجميل أن المشاهد الكريم إيش معنى هذه اللحظات إنه لا مباشر نعم تفضل سلام كبرت أحزاني وزاد عذاب ضاعت أحلامي